عندنا الداخلية هني قاعد يضايقونا. أول شيء يسكرون علينا المصافط، يخلونا نمشي ممر كبير وطويل ونقطع الهاي واي، ممكن أحد يتأذى، ممكن أحد يصير فيه شيء. عندنا ثلاث بنود تنتهك من الدستور، قاعد يفرغ الدستور. الوزراء ساكتين، وأعضاء مجلس الأمة لا صوت ولا حدث أو شيء، ما في أحد قاعد يوقف معانا. احنا قاعدين نتكلم عن الحرية الطبية، من حقي اختار اذا بطعم او ما بيطعم. لا زال لحد الان ما زال تحت التجربة التطعيم ل 2023، وهو ما زال تحت التجارب. ليش تبوني اخذ تجربة انا مو عارفة شنو هي، ما اعرف شنو نتائجها؟ ليش تبوني اكون فار تجارب؟ مو من حقكم تجبروني على شيء انا مو عارفة شنو هو، مو عارفة في المستقبل شنو راح يصير لي. ليه بعد 3-4 سنوات ما ادري شنو النتائج؟ هل من المعقول ان انتم تخلوني اخذ تجربه ما اعرف شنو نتائجها؟ منطقيا وعلميا غير صحيح اللي قاعد يصير. حتى الحين الكل جاي يعبر، قاعد يضغطون علينا ما يبونا نوقف ونعبر عن حريتنا. ما يصير اللي قاعد يصير كذي، يعني ما يصير. محتاجين وقفه من النواب، وينهم؟ من الوزراء، الوزير قاعد نتكلم ونخاطب ما في اي سم، يعني من صار لنا يمكن اكثر من 3 أسابيع ولا 4 أسابيع ما في اي احد يصرح. يعني احنا عيال الكويت مفروض تصرحون على الاقل، لو مجاملة جاملوا بس. انتهاك حتى الحين وصلتوا حق الاطفال، تسكرون الاندية عشان خايفين على صحة الاطفال. شلون خايفين على صحتهم؟ ابي افهم شلون خايفين على صحتهم وقاعدين تقمتون وتقعدون في البيت وتبون تطعمونهم، وهم الشريحة اللي صفر من الوفيات. هذا انتهاك صريح. الحين الدكاترة قاموا يصرحون عشان خافوا على عيالهم. المفروض من باب اولى الجميع له مكفول حرية الرأي، مقيم، وافد، كيف بيطعم ما يطعم، كيف. لا تقولوا لي والله عندكم الوافدين طعموهم، ما يبون يمكن يطعمون الوافدين، مو من حقكم تجبرونهم. كل واحد حر، كل واحد كيفه، يبي يخوض التجربه يخوضها. الـ FDA تقول تحت بند الامرجنسي يوز، ليش انا استخدم هذا البند؟ هذا ما ابي انا استخدمه، انا